مساء الفل يا هند. مساء الفل يا اميره، ايه الاخبار؟ انا عايزه اعرف قبل اي اخبار، انت حاسه باللي انا حاساه دلوقتي ولا اهدى؟ انا احساسي مختلف تماما. فكره خدي بالك، انا من وانا صغيره وانا بروح اتفرج على الماتشات واجري اروح الاستاد واشوف الاهلي بيلعب فين واسافر له. فكره التحول من مشجع لنادي الاهلي ومشجع متعصب قوي، يعني اللي هو بعيط وبفرح والكلام ده كله، الى مذيعه داخل قناه النادي الاهلي، على قد ما هو شرف كبير جدا 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 بتشرف بيه، وسعاده كبيره جدا على قد ما هي مسؤوليه. بتمنى ان نكون على قدرها، وان شاء الله نقدم لحضراتكم محتوى مفيد جدا جدا.